ازيكم عاملين ايه؟ انا فيرا ميلاد مهندسه معماريه. فيديو النهارده هنتكلم مع بعض عن ازاي نقدر نعمل ورق عتيق او ورق متعتق. قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وما تنسوش تعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش وتسيبوا كومنت برايكم لما تشوفوا الفيديو للاخر. خلونا نبتدي. ايه هو الورق العتيق او يعني ايه ورق متعتق اصلا؟ هو ورق ديني نفس افكت الورق اللي عندنا مثلا عند اجدادنا او عند اهالينا من زمان، بيبقى لونه كده شويه بني، بيكون شكله لطيف جدا. انا طبعا مش هقعد استنى الورق بتاعي لما يقدم ومش عارفه ايه، لا، فانا بديله نفس الافكت ده بالشاي، قريب قوي الافكت بتاعه من الاكوريل، لون البرون امبر. فانا بعمل كل ده بالشاي. الماتيريالز اللي احنا محتاجينها هي اي علبة قديمة اللي هي بتكون علب التلاجة دي، بس يكون السايز بتاعها اكبر من السايز بتاع الورق علشان اقدر احط فيها الورق واطلعه. ومحتاجين كمان علبة شاي او معلقتين نسكافيه او باكتس اللي هي بتاعة النسكافيه الكلاسيك دي بس كده، وكده هيطلع معانا ورق تحفة جدا. اقدر استخدمه في ايه؟ ممكن استخدمه في تزيين الجوابات والالبومات، بيدي افكت لطيف جدا وشكله بيبقى تحفه وكله كده بنيات مع بعض بيبقى شكله جميل جدا. ممكن كمان اغير شكل برضو الجورنالز اللي هي تكون بالانجلش وكده بيبقى شكلها حلو جدا. وكمان ورق المناديل اللي هو السفره ناس كتير بتستخدمه وبيكون شكله لطيف جدا لان هو متخرم في باترن كده لطيف. كمان الورق الاي 4 العادي، الورق الجورنال، الورق اللي هو بتاع مناديل السفره، ممكن نعمل باي حاجه بيهم. او لو عايزه اعمل باكجينج الاوردر مثلا واخلي شكله لطيف فبستخدم ده مع ورق الكرافت وورق الاسود والستيكرز والحاجات دي كلها. فتعالوا مع بعض نشوف الطريقه ازاي، هي سهله جدا 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 وبتمنى ناس كتير تعملها بعد ما تشوف الفيديو ده للاخر وتسيبوا لي رايكم في الكومنتس. فيلا خلونا نبتدي. مبدئيا كده انا جبت معلقتين شاي وغليتهم وحطيتهم في العلبة دي ومستنياهم يبرد، وطبعا صفيته خالص، ما خليتش فيه اللي هو النقط السودة بتاعت الشاي دي علشان ما يبانش معي في الورق. تمام. وبعدين هبدأ ان انا اضيف الورق ده انا جبت ورق 70 جرام ابيض وجبت ورق كريمي 70 جرام برضو وهبدأ أجرب ده وده مع بعض. ممكن نبدأ بالأبيض الأول. أهم حاجة إن أنا يكون عندي مسطح مفهوش أي تعرجات أو أي حاجة، ده اللي هبدأ أطلع منه الورق بعد ما أحطه في الشاي، هطلعه عليه يعني أي كرتونة أي حاجة مسطحة. طريقة سهلة جدا جدا ما فيهاش اي حاجة، والورق بيطلع معايا شكله لطيف جدا مش زي الابيض بيبقى فاقع قوي. بصوا بس كده، وبعدين هبدأ احطه على الكرتونة اللي جهزتها.
هبدأ ان انا اعمل كل الكمية اللي عندي دي واوريكم النتيجة في الاخر شكله بيكون عامل ازاي. انا حطيت معلقتين شاي كبار، لو حسيت ان اللون مش غامق شوية وان هو طلع معايا فاتح هبدأ ازود بعد كده. بصوا طريقة سهلة جدا جدا بجد، لازم تجربوها تقولولي رأيكم. الورق بقى شكله لطيف معاكم ولا لأ؟ انا حطيت ورق كرافت على الارض وبدأت ان انا افرد كل الورق اللي هطلعه ده عليه بحيث ان هو يكون افقي خالص، مفهوش اي تعرجات او حاجة او تكسير او اي حاجة، عشان الورق يطلع معايا شوية كله نفس الدرجة. وحتى لو ما طلعش معايا كله نفس الدرجة عادي، يعني مش هيحصل حاجة. لو بقى فيه افكتس كده كأنه شبه الووتر كولر، بصوا ده عادي جدا. وهسيبه ينشف خالص، او ممكن احطه بره في البلكونة في الشمس ينشف اسرع يعني، بس عادي هو مش بياخد وقت كبير. بقى بعد ما نشف انا استخدمت الاستشوار علشان احاول انشفه بسرعة شوية. بصوا شكله بقى لطيف ازاي. يا رب يكون الفيديو عجبكم، متنسوش تسيبوا لي كومنت برأيكم وتعملوا لايك للفيديو وتعملوا سبسكرايب لو لسه ما عملتوش. اشوفكم في فيديو جديد، باي.